من الإمبراطورية القرطاجية والمماليك النوميدية مروراً بهيمنة الرومان فالفتوحات الإسلامية العظيمة عبر حملات متعددة، وصولاً لاستعمار فرنسي تصدت له مقاومات شعبية شريفة إلى ثورة مجيدة أخرجته مذموماً مدحوراً. مسار نضالي عريق ومحطات مبهرة، ذلك هو تاريخ الجزائر المشرف الذي جسدته ملحمة روح الجزائر. أكبر عرض تاريخي احتضنته القاعة البيضوية تخللته 13 لوحة فنية ميزتها الكوريغرافيا والموسيقى والمؤثرات البصرية، كل هذا لنقل ما عاشته الجزائر من اعتداءات في الماضي حتى بسط استقلالها الكامل. مجاهدون حضروا الملحمة فاستحضروا وتأثروا بما عاشوه في فترة الاستعمار الفرنسي. احنا اللي كنا في الصفوف الاولين تعلمنا حمل السلاح، تنقصنا حاجة واحدة برك، نمدوا رواحنا المرة هذه للجزائر ونولوا روح واحدة. الملحمة كانت رائعة جدا جدا، ونقول لكم بكل صراحة من اللي بدات وانا نبكي دموعي هابطين، يعني تفكرت الايام اللي كنا عايشينها في وقت الاستعمار والمعاناة اللي عانيناها. هذه الملحمة يعني مثلت لنا كل شيء، يعني انا دموعي كنت طيح الدموع تاع الوقت، فكرتنا بالماضي بالحاضر بالوقت اللي استعمر هذا بوقت الثوره باللي كانوا معنا وراحوا. ذكرى تبقى في التاريخ، وهذا هو ما يستحق شبابنا وشعبنا الشعب الجزائري الأبي. العرض الفني أبهر الحضور فتابعوا تفاصيله الدقيقة وتفاعلوا مع كل حيثياته. إذن على بركة الله يا خال، موعدنا الساعة 0 من ليلة أول نوفمبر 1954. لحظة إعلان الزعماء الستة لتفجير الثورة التحريرية كانت مفصلية، ولحظة إعدام الشهيد الرمز أحمد زبانة سادها الحزن والأسى. الملحمة هذه اليوم كانت بزاف رائعة، أداء بزاف رائع، شعور رائع جدا، شغل عشنا الأجواء تاع الثورة وحسينا بهم. كنت نعرف أشياء بصح، لكن اليوم اكتشفت أشياء واحدة أخرين، كنت مفتخرة لي راني نتامل هذا الوطن العزيز. احنا تاريخ تاعنا راه حافل في الملحمة هذه، الحمد لله شغل وضحوا كامل النقاط اللي جزت بها الجزائر. العرض كان في المستوى من حيث الإخراج، الإلقاء، الموسيقى. أجانب وأصدقاء انبهروا بالعروض التي جسدت تفاصيل وعظمة الثورة الجزائرية، ثورة جعلت من بلادنا مكة للثوار وقبلة للأحرار. أظن أن كل العالم يعرف من هو أنريكو ماتيه. في الجزائر هناك حديقة تحمل اسمه، لقد كان صديق الثورة الجزائرية لأنه كان يناهض الاستعمار، واطلع بدور هام في مفاوضات إيفيان لخدمة الجزائر في مجال المحروقات، ولم يكن ينام في سريره لأنه كان يحمل الكثير للقضية الجزائرية. حضرنا عرضا جميلا جدا على التاريخ الرائع والمجيد لنضال الجزائر. هذا التاريخ هو مثال لكل الدول التي تناضل وتكافح من أجل نيل استقلالها. سبعينية الثورة التحريرية محطة من محطات إبراز القيم السامية للشعب الجزائري عبر مختلف العصور والمراحل. شعب كان بالأمس تواقا للحرية والانعتاق،
فأضحى نموذجا للثوار عبر العالم. هو اليوم يسير على مبادئ أسلافه ماضيا في مرحلة البناء والتشييد.